الوجبات يا عم تحت الازر يا عم والناس جعانه، شوفوا الوجبات تحت الازر والناس جعانه. مدبول يا اخواني مدبول يا كسار. يا الناس الرافقه هو وداخل اهل المدرس. ايوه تعال تعال يا حاج، تعال يا حاج، مالناش حق لنا ربنا، مالناش حق لنا ربنا، هو العدل راح فين؟ العدل راح فين يعني؟ نروح لمين؟ نقول لمين؟ نروح في أي حتة نقدم ورقنا نرموه في الزبالة؟ حرام كده، حرام. عايزين العدل من واحد كريم، من واحد شريف، لقمة شريفة لقمة كريمة. كوسة 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 كوسة. اللي حصل يا اخواننا، احنا جايين كنا وقفة احتجاجية هنا، الازهر ده حضرتك يا ريت تجيبه عليه بالضبط، جاء كلنا دفعنا فيه فلوس وكنا بالجهود الذاتية، لكن على بصينا فوجئنا في ثانية كده لقينا شغل تحت الترابيزه وبواكي دفعته الكلام ده. اللي عنده 40 سنه دخل، واللي عنده 5 ورق، اللي عين ودخته، واللي عين ودبته. انا من تخريج ازهر من في 89 لغايه دلوقتي ما تعينتش يا ريس. الاثنين وثلاثه من بيت واحد، والاثنين وثلاثه من بيت واحد ينفع الكلام ده؟ عشان كده احنا عاملين وقفه احتجاجيه هنا حضرتك. يعني يا ريت احنا دلوقتي حضرتك بنطالب الناس اللي هي المهمه تاجي هنا وتشوف الوضع بتاع الناس، يا ريت يعني عشان بعدين ما نعملش اي مشاكل ولا نعمل اي كذب.